تعرف على نجوم بوليوود الذين اعترفوا بأمراضهم العقلية والجسدية. كشفت النجمة الهندية والعالمية بريانكا تشوبرا عن مشكلة صحية رافقتها منذ الطفولة من خلال تغريدة نشرتها على تويتر، وقالت بأنها عانت من مرض الربو منذ أن كانت بعمر 5، وعلقت على الأمر قائلة: إلى هؤلاء الذين يعرفونني جيداً، هم يعرفون أيضاً أنني مصابة بمرض الربو. بمعنى آخر، لماذا أنا مضطرة لأن أخفي الأمر؟ صدم النجم العالمي أميتابا باتشان جمهوره حينما خرج برسالة يقول فيها: العمى في طريقه إلي، وأضاف قائلا أنه لا يرى الأشكال والأشخاص بطريقة واضحة، لافتا إلى أنه بدأ يتصالح مع حقيقة تشير إلى أنه قد يصاب بالعمى التام. وفي عام 2015 كشف النجم العالمي أميتابا باتشان أنه لا يعيش إلا على 25% من كبده، حيث فقد الباقي منه بنسبة 75% بسبب فيروس التهاب الكبد الوباء القاتل، وتعرض لهذا الفيروس عن طريق الخطأ بعد حادثتي أثناء تصوير فيلم كولي، حيث تعرض للحقن بدم ملوث من نحو 200 متبرع. تم تشخيص النجمة الهندية سونام كابور بمرض السكري من النوع الأول، وهي بعمر 17 من عمرها. وتحتاج النجمة الهندية سونام كابور إلى حقن الأنسولين بشكل منتظم للحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة. كشف النجم الهندي سلمان خان في سنة 2011 أنه يعاني من ألم العصب الثلاثي التوائم، ويعرف أيضا باسم المرض الانتحاري. ويقول سلمان خان: أعاني من ألم العصب الثلاثي التوائم، وهي مشكلة عصب في الوجه كانت لدي منذ 7 سنوات الماضية، ولكن الأمر الآن يزداد سوءا، وهذا الالتهاب كان سيسبب للنجم الهندي سلمان خان في شلل كلي في وجهه، مما أدخله في حالة اكتئاب ودفعه للإقلاع عن شرب الخمر. في عام 2015 اعترفت نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون بصراعها مع مرض الاكتئاب، وصرحت لصحيفة هندوستان تايمز وقالت: كانت هناك أيام أشعر فيها بأنني بخير، ولكن في بعض الأحيان خلال يوم واحد كان هناك شعور متضارب، وأخيرا تقبلت حالتي وحياتي. تم تشخيص مرض ممثلة بوليوود سونالي بندر بالسرطان عام 2018، وكانت الممثلة قد أصدرت بياناً قالت فيه: في بعض الأحيان عندما لا تتوقع ذلك فإن الحياة تفاجئك. لقد تم تشخيص إصابتي مؤخراً بسرطان متقدم، وأدى الألم المزعج إلى بعض الفحوصات والتي أدت إلى هذا التشخيص الغير متوقع. خضع النجم الهندي هرثيك روشان في عام 2013 لعملية جراحية لإزالة جلطة تم تطويرها من إصابة في الرأس، وتعرض هرثيك روشان لهذه الإصابة أثناء تصوير مشهد حركي في أحد أفلامه.
وبعد فحص بالأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي، تبين أن النجم الهندي هرثيك روشان كان يعاني من ورم دموي في الرأس، والذي كان سيسبب له جلطة دماغية. كشف النجم الهندي هرثيك روشان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن والده المخرج راكيش روشان تم تشخيصه بسرطان الخلايا الحرشفية في المراحل المبكرة من الحلق، ويتميز هذا النوع من السرطان بنمو غير طبيعي للخلايا الغير طبيعية في بطانة الحلق. وقد خضع راكيش روشان لعملية جراحية لاستئصال الورم الخبيث. كشفت النجمة الهندية أنوشكا شرما عن مرضها في مقابلة لمجلة فوغي، وصرحت قائلة: لدي قلق وأنا أعالج قلقي، ولكن لماذا أقول هذا؟ لأنه أمر طبيعي تماما، إنها مشكلة بيولوجية، ففي أسرتي كانت هناك حالات اكتئاب. يتعين على المزيد والمزيد من الناس التحدث بصراحة حول هذا الموضوع، ولا يوجد شيء نخجل لأجله أو حتى نخفيه. كشفت إلينا دي كروز عن صدمة مروعة عن نفسها، فقد اعترفت قبل بضع سنوات أنها كانت تعاني من الاكتئاب. وقالت إلينا دي كروز أنها ناضلت مع اضطراب التشوه الجسدي لمدة 15 عاما، كما أكدت الممثلة الجميلة إلينا دي كروز أن مرض الاكتئاب كان سيدفعها للانتحار. كشفت الممثلة زائرة وسيم، والتي اعتزلت التمثيل مؤخرا، حول كفاحها الذي دام لمدة 4 سنوات مع مرض القلق الشديد والاكتئاب، وشاركت أيضا أنها كانت خائفة من التحدث عن مرضها بسبب وصمات العار المحيطة بالصحة العقلية. تم تشخيص نجمة بوليوود ليزاراي بسرطان خلايا الدم البيضاء، والمعروفة باسم خلايا البلازما، والتي تنتج الأجسام المضادة، ويعتبر هذا المرض نادر. وفي سنة 2010 أعلنت نجمة بوليوود ليزاراي أنها خالية تماما من السرطان بعد عملية زرع الخلايا الجذعية.